وليش راني نبروفيتي بالوكازيون ولا متعب مسموم عمرك ولا خممت فينا بفطن هادو والديك وانا اختك الصغيره ما نسمح لكش تهضر معايا هكذا وقيلا وليت راجل وتحس فيا كي نزوجوه ونشوفوه طير معانا هنايا هو وليداتو هذا يطلع لك بير قدك والاخرى تنحي لك الفوناره والاخر يجيب لي بشلاغم ويعيط جدو جدو واني واني ماما من بكري ماشي حملاتك ودوك انا مانيش حملاتك وهو شكون هو بابا اسمع دير مليح في بالك بلي القرايه هي الصح في هاد الدنيا فهمت كيفاش حتى واحد ما يقدر يقنعك حتى كلام خالك ما درتلوش قيمه فؤاد وشكون فؤاد بين القهواجي 30000 30 دينار مهبول انت ولا ترقعيناني شحال كان يتمنى يفرح بوليدو خويا وقل ما فهمتنيش لا فهمتك مليح تسرق زيد عطيني غير شويه وقت ونجيب لك شكون اللي دار الضربه هذه اسمع دير حسابك قبل ما تروح حسابي عند الله خليه لك نوكل عليك ربي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وما زيدش نشوف خلقتك هنا فهمت هذاك قلت لك عليه نهار الاولاني عينه ما عجبونيش حشمت منك برك لا طرف حتى الكلمه ما عندوش ما دير والو في بالك بنادم هذاك نعرفه مليح عمرو ماش الخبيه نعرف انا ما على باليش يا اخو ما يفريها ليش اليوم يرجع لك ورطي وتحبس تما هذا ما كان هي كيما حبيت ما يكون غير خطر هيا نوض يفرغ الطبله نديروا فيها بارتي هاي واش قلت هيا فيها فيها هكذا تعجبني سمحوا لي يا اخو طولت عليكم بزاف الصحة يا اخو ستار بيك لا غير عن بالي اليوم ما فيهاش يا اخو اخو يا اخو فؤاد غاديني ما تصحش الله يسترك يا اخو ريح معنا شوية شرب حاجة يوم مخزاخ ان شاء الله اليوم معنا مشكلة والله والله العظيم يا اخويا كيما احنا عليكم الصحة عليكم السلام عليكم الله يسهل اخويا سلام يا اخو هاي تهنيت دوكا بيان يا اخو الليلة حاكمة علاش؟ علاش؟ واش درت انا في دنيتي باش نستاهل هذا الشيء كامل؟ ياك ما خدعت ما سرقت ما قتلت ما حرقت جوامع علاش يا ربي تكتب عليا هذا الشيء علاش؟ علاش تكتب عليا هذا الشقاء؟ هذا مسكن حتى لليوم باش حسيت بيهم وبشقاهم توالم كانوا بديارهم وبعيلتهم واليوم راهم مرميين في الزنق في نصف الليالي البرد والندى يا ربي هكذا رايحة تكون عقوبتي هيا هاك برطك يعطيك الصحة جاو في وقته إلا كش ما زاد بانا نعيطولك أوكي
طاحت شوي شوي على قلبي، حتى انا كنت نخمم كيفاش ندير باش نتهنى منه. يلا باسيريو قدام المعلم البق ما يزغطش، جاب ربي الصحاح اللي طيحوه في الشبكه، وزيد راني خرجت بها بمصيبه. يعطيكم الصحه، استعرف بكم. واش وصلت للدار واقيلا؟ طيح الباب وطرح رجليك. خلاص خلاص ما تزعفش، انا عبد ضعيف ماشي كيما نتوما. قوا على خير. أنا نحمل بصحة ولادي. لا لا استغفر الله العالم بالإسرائيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشدة جميلة جميلة، نوضي ترغدي في بيتك. جيت عيسى، وش بيك غير الخير؟ وشك راه مغير غير الخير؟ ياك ما راكش مريض ولاكش مسرى؟ والو والو، التعب برك.
راني عيان. نسخلك تعشى. ما يشقاش، ما رانيش حاب ناكل. يما سناتك كانت حابة تشوفك. وعلاش ما حكمتيها هجتبات؟ حكمتها وراي بيتها في بيت البنات. لو كانت تشوف اليوم شحال فرحت، بردت قلبها وفرحت البنات، دارت حالة وحبابات أمينة نخلعوا فيها. عمري ما شفت يما فرحانة كيما اليوم. ما درتو عرس قبل الوقت. الحاجة. نعم. على سلامتك. سلمك يا وليدي. تفضلي. ليك الفضل. توحشناك. حتى انا توحشتك يا وليدي. بصح طولتها بعدها من الليل لليل. اعطي شوية راحة لعمرك، صحتك هي راس مالك. عندك الحق، بصح الله غالب، الوقت عاد ما يسمحش، والدنيا هذه ما بقاش فيها الخير. رجعت خابة ضعيف، ياكلوا صحيح. كلش فاني يا وليدي، كلش فاني. يخي قلتها لك ونعاودها لك، اطلب ربي يعطيك صحتك. المرض مصغر القعدة ومشفي العدة. إن شاء الله ما يكونش هو يا ربي. غير الخير، وش كاين؟ خلي معلش روح نشوف أنا. يما واش كاين؟ ما فيها والو، واش بيك؟ ما كاين والو، ما فيها والو. ريحتك برك راهي معبقه الدار وتقول لي ما فيها والو. كاش راح تقابل بابك وانت في ذي الحاله؟ قل لي، ياك وعدتني وقلت لي خلاص ما زيدش نعاود. علاش عليك يا وليدي؟ علاش؟ شكون يا مرا؟ ما تكون غير الجاره. الجاره وجابها في نصف الليالي. اسمع، روح قبل لبيتك على خاطر لو كان يفيق بيك والله العظيم الليلة ما تفلاش. قبالة لبيتك، ما تقلقش روحك، دق روح نشوف. يا يما الطفل هذا راه يحبني، قولي لي اش ندير معاه. بالعقل دق روح ليه، نحط له سعده في يده. فؤاد، فؤاد، ما حشمتش على عرضك؟ هكذا ترباوك والديك، كبروك وقراوك، وهذه هي اخرتها. يقول انا ما فهمت والو، واش راه مصير في هذا الدار؟ انطق جوزي انت بعد انت الله فيك. بنتي واش كاين؟ مشي روح لبيتك. حاجة غير الخير. طلق وجهك علينا. واش صرا؟ ودركا ما تجاوبونيش؟ واش كاين في هذا الدار؟ ما كاين والو بابا، فؤاد برد خلط نص الليل وزدت لك في شنافرو على يماه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاكي تشوفي يا يما، هاكي تشوفي واش راني قاسي. أنا قلت لكم يحب غير روحه، يدير واش يحب، يدخل كيما يحب، يخرج كيما يحب، يدير واش قالوا راسو. اسمع أنت، أختي جرتي راني نخسر لك وجهك، ما بقاش قدر في هالدار. اسمع، بالك تدنا لأختك. ولا ترفد يدك عليها وانت قادرت روحك. ما راكش شايف الحاله اللي راك فيها. علاش ماني واش درت انايا؟
هي اللي دنت ليا ما درت لها والو واش دخلها طويلة اللسان. خلاص يكفي ما تخشمش على ارضك. اللي حاب يهضر يهضر غير معايا انايا. اسكت قدر نفسك وقدر باباك. تضرب اختك وانا واقف؟ جيتكم سهل على بيها، جيتكم سهل. عفت عليا عفت عليا. ما تهجمش وزيد تجي ليا في حاله كيما هذه، حاله اللي ما تشرفكش وما تشرفش العائله. ولي لنا ولي مازال يهضر. وي شكون؟ فؤاد واش كاين غير الخير؟ باباك ما فيها والو اللي عيط عليك باباك، ما يكون غير الخير. وين راك؟ وين راك نجي لك؟ اه كيما حبيت، الناس حقيتني عيط لي. هيا تهلا في روحك. استغفري مولاك يا جميلة، ربي حنين ورحمته واسعة. سبحان سبحان الحمد لله سلامات ما بين والو. الله يخليك صحتك. يعطيك الصحة يا بنتي، يعطيك الصحة. نقدر نشوفه؟ لا لا اسمحي لي، هو تعبان لازم يريح. الله يفرحك يا بنتي، جبتي لنا بشارة الخير. الله يسلمك. خويا يرحم والديك، نقدر نشوفوه؟ اليوم ما نظنش، راهو تعبان ولازم نروح حتى ما. المهم موش في حال خطر، وشنو قلبو؟ قلبو؟ نعم، تعرض لصدمة عنيفة، لقينا لاطونسيون تاعو طالعة بزاف، وكثرت على قلبو، وعلى هذاك الشيء اللي فقد الوعي. عيسى عمرو ما كان مريض بقلبو. ما تقلق. مازال يريح معنا يا مات هنايا حتى ديروا كاع الاشعه والتحاليل ومن بعد نشوفوا، وربي يجيب الخير ان شاء الله. ديروا المجهود نتاعكم والله يسجيك يا وليدي. وصل ها؟ وش كاين يما؟ وش بيها؟ وصل انا يما. بابا بابا عمي عيسى وش بيه؟ وصلالو وش كاين؟ غير الخير. هات كلمي انطقي. فؤاد ولي فؤاد. عمي عيسى فؤاد بابا وش بيكم؟ وعلاش راكو في هاد الحالة؟ علاش راكو تبكيو؟ انطقوا هضروا. وش وراه يمك؟ يماك وراه يهضروا. علاش راكو ساكتين؟ هضروا.
على جالو. علاش شكون هذا اللي على جالو؟ على منك تهضري؟ وسبب كلش. شكون هذا؟ وصل بابا للسبيطار. شكون هذا اللي وصل؟ واحد. واحد السبيطار. عيط عليك بابا ما تحشمش وزيد تجي ليا في حاله كيما هذه حاله اللي ما تشرفكش وما تشربش العيله الناس حقيتني عيط حقيتني عيط حقيتني عيط مازالكم هنا علاش عليكم هذا الشيء روحوا تريحوا محال يا بنتي ما نقدرش نروح ونخلي راجلي في هذه الحاله سخلا عليكم واش كاين غير الخير واش به واش به عمي عصام ضرور بزاف هاك تشوف يا خويا هم فؤاد وين وصلوا اختي نقدر نطلع عليه راهو في غيبوبه لازم يريح الصدمه اثرت عليه بزاف كيف تنجموا تشوفوه تعمل مليح تدي العائلة بالدار عندها الحق اختي هذاك هو سنروح يريح شويه واش مفيد انا قاعدين هنا ايه عنده الحق نوضي يا بنتي هاي نوضي للسهل وهذا ما شاء الله ربي يفرجك ان شاء الله يا ربي اسمح لي نسيت روحك تعيان خويا ولا راك عيان روح كملها في البراكه ولا في لوطيل معليش يعطيك الصحة الله يسلمك ربي يعاونكم في حالة صباح خير اختي واش ديري الحمام انا عيان واش كاين امينه واش بيك كي مريضه فين نتقي واش كاين انا اخوك احكي لي واش واحد عدى عليك في الحومه فين نتقي واش كاين شوف انت واش بيا وقيلا زيد واش درت البارح ولا درت روحك ما على بالكش
حركت الدنيا وشعلت النار في دارنا. عندكش قلب؟ رحت وخليتنا وحدنا، عملت كاع عوايدك يا درا. هاد المره وين راح تحمل؟ صح استغرب، غلطت غلطه ما ترقع الصح. راني حشمان وراني ندمان، ما على باليش كاع وين حط وجهي دوكا. بصح الغلطه ماشي ديالي، الغلطه تاع هاديك ستوته هي اللي نشعتني. لو كان نحكمها تشوفي امينه، غير انتي اللي تفهميني. اسمح لي دوك هاديك، ما عنديش الوقت نروح. ولك رايحه للسبيطار عند بابا، وصلتو للكوما من البارح ما فطنش. عيسى، على بالي اللي راك تسمح فيا، جاوبني. أنا جميلة، سلامات إن شاء الله. سلامات سلامات. جاوبني. واش صرالي؟ غير الخير ان شاء الله، غير الخير الحمد لله. جات سلامات. دوك يجي الطبيب. دوك من فضلك مدام، خليه يريح، لو عيان معلش. الحمد لله على سلامتك يا سيدي. كيفاش راك تحس روحك اليوم؟ شمال راني نشوف مليح عندي.